أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من الأنباء، نبدأها بالعناوين. من يريد أن يدفع لبنان إلى الفوضى أو الانهيار عليه أن يتوقع منا ما لا يخطر له في بال أو وهم. السيد نصر الله يقول للأمريكيين: إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى فعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة، وفي مقدمها ربيبتكم إسرائيل. في اليوم 11 للزلزال المدمر، ارتفاع الحصيلة في تركيا إلى أكثر من 36 ألف حالة وفاة، والسلطات تعتقل عشرات المقاولين. المساعدات تدخل مناطق سيطرة المسلحين في شمال غربي سوريا، ووصول المزيد من طائرات الإغاثة، بينها طائرة سعودية ثالثة. روسيا تتوعد باستهداف البنى التحتية الفضائية الغربية المدنية المستخدمة في الحرب بأوكرانيا، وقواتها تتقدم في محيط مدينة بخمونت وسط توقعات بسقوطها قريبا. وبكين تحذر واشنطن من سياستها التصعيدية، وتقول للناتو: عليكم التخلي عن مفهوم المواجهة الذي عفى عليه الزمن، ووقف ممارساتكم التي تجلب الفوضى لأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. إضراب واسع وتظاهرات حاشدة مرتقبة في فرنسا اليوم احتجاجا على مشروع قانون تعديل سن التقاعد. حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الولايات المتحدة الأمريكية قائلا: إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى فعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة، وفي مقدمتها إسرائيل. وأضاف: كما كنا جاهزين للحرب دفاعا عن نفطنا، فنحن جاهزون لمد أيدي سلاحنا إلى ربيبتكم إسرائيل. إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى ستخسرون في لبنان، وعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة. عندما تمتد مؤامراتكم إلى اليد التي تؤلمنا وهي ناسلة، سنمد أيدينا وسلاحنا إلى اليد التي تؤلمكم وهي ربيبتكم إسرائيل. قال السيد نصر الله: إن من يراهن على أن الألم سيجعل بيئتنا تتخلى عن مبادئها وإنجازاتها هم واهمون. إذا كان البعض يخطط للفوضى، إذا الأمريكان يخطط للفوضى، إذا جماعة أمريكا بلبنان يخططون للفوضى ولانهيار البلد، أنا أقول لهم من الآن: أنتم ستخسرون كل شيء في لبنان. وأنتم خططتوا لشيء مشابه بالماضي وخسرتوا، وهلأ حتخسروا. أقول بكل صدق وبكل صراحة: البيئة التي تريدون استهدافها من خلال الفوضى ومن خلال التشويه، صحيح هي بيئة تتألم، كلنا نتألم من هذا الواقع، ما حدا بيقدر يقول أنه لا ما في ألم. البيئة تتألم، نعم، وتعاني، وكل الشعب اللبناني يعاني، ولكن من يراهن أن المعاناة وأن الألم يمكن أن يدفع هذه البيئة أن تتخلى عن خيارها، عن موقفها الذي هو سلاح، أن تصافح مصافحة اعتراف، أن تتخلى عن الوصية الأساس أمانة السيد عباس، أن تتخلى عن إنجازات دماء الحاج عماد مونية، يعني أن تتخلى عن مقوم أمنها وحمايتها وبقائها ووجودها وشرفها وسيادتها وكرامتها وصون عرضها ومالها وخيرات بلادها، هم واهمون. السيد نصر الله حذر من أي تسويف في استخراج النفط في لبنان، مشددا على وجوب بلاغ الأمريكيين بالابتعاد عن هذه المسألة. نروح بشكل جدي على موضوع النفط والغاز، وما نقبل أي تسويف من قبل الشركات. أنا أريد بهاليومين أنه الإسرائيلي بلش يصدر نفط من كاريش ومغاز من كاريش. ليش؟ إذا حدا مفكر أنه إذا بيصير تسويف بموضوع
استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية، وعن جد منكتشف نحن انه في تسويف وفي لعب على اللبنانيين، في ضحك على اللحى. حنسمح يضلوا يستخرجوا نفط وغاز من كاريش؟ انا بقول لكم ابدا. وفي موضوع الزلزال المدمر، اشار السيد نصر الله الى ان الغرب تعامل بازدواجية مع الكارثة في سوريا وتركيا، مضيفا ان الإدارة الأمريكية تركت الناس يموتون في الأيام الأولى من وقوع الزلزال بسبب العقوبات على سوريا. في هذا الامتحان أيها الإخوة والأخوات سقطت الإدارة الأمريكية مجددا، كشفت مجددا عن وجهها وحقيقتها الإجرامية والمتوحشة، وكذلك من هم مثلها في هذا العالم. 9 أيام صبرت الحكومة الأمريكية لتقول بعدها 8 أيام أو 9 أيام أنه تقديم المساعدات لسوريا لا يتنافى مع قانون قيصر. بعضهم قال هيك وبعضهم قالوا سمحنا، عملنا استثناء لمدة مثلا 3 أشهر. طيب خلال 9 أيام مين بيبقى طيب بعض الأنقاض إلا ما هو بمثابة المعجزة؟ أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أننا اليوم أمام مقاومة وانتفاضة فلسطينيتين حقيقيتين، وهما محتضنتان من قبل الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني الذي يود بقوة، والذي يجب أن نقف له جميعا بإجلال وباحترام، وخصوصا أمام هذا الجيل الشاب. كنا عم نحكي بالعشرين بالتسعتاش وثمانتاش، هلا صرنا بدنا نحكي ب13 وبال14 الذي يطلق النار ويضرب السكين ويواجه بصدر مفتوح في القدس وفي الضفة الغربية، والمقاومة الصامدة والمتربصة في قطاع غزة، والشعب الفلسطيني الذي سوف يكشف أكثر وأكثر من يوم سيف القدس بأراضي 48. اليوم نحن أمام مقاومة فلسطينية حقيقية، أمام انتفاضة فلسطينية حقيقية، وأمام عمليات يعترف كل قادة العدو السياسيون والعسكريون والأمنيون أنهم في مأزق، لأننا عم نحكي عن عمليات فردية. ولكن أهمية هذه العمليات الفردية أنها محتضنة من قبل الشعب الفلسطيني. أنقذت شابة تبلغ 17 عاما من تحت الأنقاض في تركيا بعد 11 يوما قضتها تحت الأنقاض، وظلت الفتاة تحت أنقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه في كهرمان مرعش جنوب تركيا طوال 248 ساعة قبل إنقاذها. وقال أحد عمال الإغاثة أن الشابة كانت واعية أثناء إنقاذها وتمكنت من إغلاق وفتح عينيها بناء على تعليمات الفرق الطبية. في غضون ذلك، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد بلغت 36,187 حالة وفاة، وأكدت أن هذه الحصيلة غير نهائية، وأشارت إلى إجلاء أكثر من 216,000 شخص من المناطق المنكوبة. هذا فيما أعلنت السلطات التركية عن اعتقال عشرات المقاولين خلال محاولتهم الهروب إلى خارج البلاد في الأيام الأخيرة الماضية. في هذه الأثناء أطلقت القنوات والإذاعة التركية والأذرية والقبرصية التركية حملة تبرعات في تركيا لمساعدة المتضررين من الزلزال، ووصفت وسائل أعلام تركية الحملة بأنها الأكبر في تاريخ البلاد أطلق عليها اسم تركيا قلب واحد. وتحدثت هذه الوسائل عن جمع تبرعات تعادل 7 مليارات دولار خلال ساعات. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أصدر توجيهات باحتساب إلزاغ الولاية 11 منطقة منكوبة لتأثرها بالزلزال.
إلى سوريا، حيث تستمر أعمال رفع الأنقاض في الكثير من المناطق المنكوبة وعمليات إيصال المساعدات. وأفاد مراسل الميادين في حلب بأن المساعدات الإنسانية بدأت تصل إلى شمال غربي سوريا، حيث المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة. وأضاف المراسل أن المساعدات التي وصلت إلى مناطق سيطرة تلك الجماعات كانت من دول عديدة، منها السعودية وقطر والمنظمات الأممية، لافتا إلى عدم تسجيل أي اشتباكات خلال دخول المساعدات. في هذه الأثناء استمر وصول مساعدات الإغاثة إلى مطارات سوريا، ووصلت اليوم طائرة سعودية ثالثة إلى مطار حلب الدولي، وهي تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال، وتتضمن 34 طنا من المواد الغذائية والطبية. ومعنا من أدنى الصحفي عمر كايد، أهلا ومرحبا بك عمر. أيضا معنا من اللاذقية مراسل الميادين محمد الخضر، أهلا بك محمد. أبدأ معك محمد، بطبيعة الحال وأريد أن أسألك في البداية يعني عن وضع مراكز الإيواء في مدينة اللاذقية، كيف هو وضعها وكيف يجري وتجري عملية يعني تنظيم العملية الإيوائية في المدينة؟ مساء الخير يارا، مساء الخير للسادة المشاهدين. الانتظام بدأ واضحا كلما مر الزمن، يعني هناك اليوم تنظيم لكل هذه المراكز الإيوائية وتقليل عددها، وذلك بعد أن وجهت المحافظة رسائل واضحة بضرورة أن يكون من يأتي لمركز الإيواء لديه وثيقة أو كتاب أو أي كتاب رسمي من اللجان الهندسية تشير إلى أنه كان يقطن في منزلا أو بيتا أو مستاجرا في منزل أو بيت تضررت نتيجة هذا الزلزال. في موازاة ذلك يتواصل وصول المساعدات بشكل واضح، هناك أكثر من 115 طائرة وصلت إلى المطارات الثلاث، دمشق وحلب واللاذقية، خلال الأيام العشرة الماضية، إضافة إلى حملات كبيرة جاءت من العراق شعبية ورسمية من الحشد الشعبي حملت هذه المساعدات، وأيضا جهد محلي سوري نقل المواد الإغاثية والطبية إلى اللاذقية وحماة وحلب. هناك يعني وفرة في هذه المواد، هناك تنظيم في هذا الأمر، وبالوصول ربما شيئا فشيئا إلى المستحقين بشكل أكبر، على اعتبار أن الأيام الأولى كانت هي أيام الصدمة، وكانت هناك حالة ربما من عدم الانتظام بسبب كثافة مغادرين منازلهم وبسبب في الواقع حالة هلع وخوف كبيرة، وأيضا لم تكن مؤسسات الدولة أو المؤسسات الحكومية متحضرة لمثل هذه الكارثة الكبيرة. يتوقع أيضا خلال الأيام الماضية في الواقع تنظيما أكثر، وربما عودة بعض الناس إلى المنازل التي يتم التأكد من أنها صالحة من الناحية الهندسية، وهذا جهد كبير تقوم به الفرق الهندسية في هذه المحافظة وفي حلب وحماة. نعم. بطبيعة الحال محمد، ماذا عن الذين خسروا منازلهم بالفعل؟ يعني ما هي البدائل؟ هل يتم الحديث عن بدائل دائمة الآن، تأمينها، ربما تعويضات مالية؟ في الواقع أولا دعيني أقول أنه في هذه المحافظة في اللاذقية هناك أكثر من 12 ألف منزل جرى الكشف عليها من اللجان الهندسية من أجل التأكد من مدى صلاحيتها وعدم تعرضها لتصدعات كبيرة تفرض الإخلاء، وهذا يعني جهد كبير جدا، ويفترض أنه في يوم الأحد القادم تقريبا أن يكون شملت كل المنازل التي جرى تقديم بلاغات من أجل التأكد من صلاحيتها. كل يوم هناك في الواقع إخلاء أو ربما الإشارة إلى بعض الأبنية المتصدعة، حتى في مدينة اللاذقية في حي الأمريكان بالشيخ طاهر بحي الثامن من آذار، هذه مناطق هنا في هذه المحافظة وفي البلدات التي تضررت نتيجة هذا الزلزال. الحكومة السورية تتحدث، وزارة الإسكان مثلا، عن تأمين ربما خلال شهر من الزمن 30 يوما حوالي 300 منزل مسبق الصنع، هذا بشكل عاجل وسريع. الجهد الآخر هو مع الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومع أصدقاء سوريا،
الدول التي لها باع، يعني مع إيران، مع روسيا، مع الصين ربما، حتى من أجل البحث في هذا الملف. وهذا مسار طويل في الواقع، لأنه يفرض إيجاد مثل هذه الأبنية، وهذه تحتاج إلى تكاليف مالية هائلة، ربما السوريون أو الاقتصاد السوري غير قادر عليها حاليا في ظل هذه الحرب ونتيجة إجراءات الحصار. إنما البحث في الواقع حتى الآن ما جرى الكشف عنه هو البدء ب 300 شقة كحل عاجل. طبعا الحاجة أكبر من ذلك بكثير، أضعاف هذا الرقم، وربما يتدخل القطاع الخاص السوري. كان هناك كلام لغرف التجارة والصناعة خلال لقاءات اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن جهد في هذا الاتجاه من أجل البحث عن مأوى دائم يعني يقي الأهالي الذين هدمت منازلهم بشكل واضح خلال هذا الزلزال، من أجل الذهاب إلى تلك المنازل. نعم. طيب محمد، أيضا يعني اليوم وقعت هزة شعر بها سكان اللاذقية، ما التفاصيل عن هذه الهزة؟ كيف تلقاها سكان المدينة المنهكين أصلا من الزلزال الكبير قبل 11 يوما، وهل من أضرار؟ في الواقع لا يوجد أضرار، يعني سرت إشاعات أنه هناك بناء هدم أو تحطم بمنطقة الرمل الشمال الجنوبي في هذه المحافظة، لكن نفت المحافظة ذلك رسميا، وقمنا في الواقع بزيارة تلك المنطقة، لا يوجد أي أضرار. الهزة كانت حوالي الثانية والثلث منتصف هذا النهار، كانت بحدود 4.5 درجات على مقياس ريختر، تبعتها هزة أخرى أضعف، شعرنا بها جميعا، السكان شعروا بها في هذه المنطقة، حتى هذا الشارع الذي نتواجد به خرج كثير من السكان إلى الأرصفة إلى الحدائق خشية تداعيات. لكن في الواقع بعد ساعات المساء الأولى يعني بدأ الناس بالعودة إلى منازلهم. هناك حالة خوف لا شك كبيرة بين الناس، أساسها ما حصل في الزلزال السادس من شباط، والخوف ربما يعني بهذا المعنى هو يعني مبرر، يعني حجم الكارثة كان كبير للغاية. تطمينات كبيرة من المركز الوطني للزلازل، من المحافظة، من الجهات الحكومية، بأن هذه الهزات ارتدادية وهي متوقعة كعمل أو كعلم، يعني ضمن علم الجيولوجيا، بعد الهزة الأساسية التي جرت فجر السادس من شباط. نعم محمد، ننتقل الآن أيضا إلى عمر كايد، مرحبا بك مجددا. يعني عمر، أنت الآن في أضنا، جلت في معظم المناطق المتضررة في تركيا، في الجنوب التركي، كيف تلخص المشهد اليوم بعد 11 يوما على هذا الزلزال فيما يتعلق برفع الأنقاض وفي عمليات الإنقاذ أيضا، أين يعني توقفت وأين ما تزال مستمرة؟ نعم، توقفت العمليات بشكل كامل في 5 ولايات، هم أضنة وأورفا وكلس والعثمانية وملاطي، هذه الولايات الخمسة توقفت العمليات فيها بشكل كامل. أما الولايات التي ما زالت تعمل فيها فرق البحث والإنقاذ وفرق رفع الأنقاض والأمور التي لها علاقة بكل ما تعرض له الزلزال، بكل ما أتى عليه الزلزال من أضرار، فهي غازي عنتاب، ديار بكر، أديمان، كهرمان مراش وأنطاكيا. وتحديدا أنطاكيا وكهرمان مرعش تحتاج أيضا لبعض الوقت، ممكن أن خلال اليومين المقبلين نسمع عن توقف العمليات أيضا في غازي عنتاب وفي ديار بكر، لأن الأضرار في هاتين الولايتين أخف من الأضرار في الولايات الثلاثة، أديمان ثم كهرمان مرعش ثم أنطاكيا. الأضرار الأكبر هي طبعا في أنطاكيا ثم كهرمان مرعش ثم أديمان وبعدها ديار بكر وغازي عنتاب. هذا من حيث العملية. حتى في الأماكن التي لم يتوقف فيها العمليات، هناك مثلا فرق البحث والإنقاذ تبقى في أماكن محددة جدا، كلما يتقدم الوقت باتت إمكانية العثور على ناجين أصعب، لأن هناك 11 يوما، يعني ليس بالوقت القصير تحت الأنقاض بدون طعام بدون شراب، لكن عمليات رفع الأنقاض تجري على قدم وساق. في موازاة هذه العمليات الميدانية هناك أيضا عمليات تجري من نوع آخر، مثلا وزير العدل التركي صرح منذ قليل أنه جرى القبض حتى الآن على أكثر من 250 مقاول، وقال أيضا أن ذلك أن عمليات القبض والتحقيق ستتوسع على نحو كبير، ستطال المفتشين، ستطال المهندسين، ستطال الموظفين، كل من سقط البناء الذي بناه سيتعرض للمساءلة وللتحقيق حتى يتبين من هو المسؤول عن هذا الضحايا ويجري توقيفه، والغطاء مرفوع عن الجميع. أيضا في موازاة ذلك وزير البيئة التركي قال أيضا منذ قليل
أنه خلال أسبوع سيجري تقييم كل الأضرار، كل الأضرار في كل الولايات سيجري تقييم. وهذا ما أريد أن أسألك كامل عنه عمر، يعني بالتحديد يعني عن الجهود لإعادة إحياء أيضا المناطق المنكوبة. نعم، هناك عمليات حثيثة لإعادة بث النبض إلى هذه إلى الولايات المنكوبة. طبعا كما تكلمنا تختلف الأضرار من ولاية إلى أخرى. في هناك مناطق تقريبا هجرها أهلها، لا يوجد أحد، مثل نور داغ التي ذهبنا إليها، هذه المدينة هجرها أهلها، لم يتبقى سوى بعض الناس الموجودين في الخيام. أما المباني فمعظمها متضرر، فمعظمها مهدم، أما حتى التي بقيت صامدة لا يجرؤ السكان على أن يجلسوا فيها لأنها متصدعة ومتكلكلة بشكل كبير. فيما يخص بنشاطات بالنشاط الذي يقوم به الجيش التركي أو فرق الإغاثة وفرق المساعدة، هناك تأمين تقريبا شبه كامل للموضوع، الطعام والشراب، حتى بتنا نرى هناك أدوية في الشوارع، هناك نرى مستلزمات للأطفال موجودة، حتى الطعام الساخن يعني بدأ يكون موجود هناك، طهي، يعني بدأنا نرى توزيع لوجبات السمك مثلا، توزيع لوجبات الشاورما الساخنة، هناك تطور في تقديم الخدمات. أيضا هناك بموضوع الإنترنت، أعيد الإنترنت إلى معظم المناطق، حتى أن عربات شركات الاتصالات تنتشر في المدن وتحاول أن تبث الإنترنت للناس، واي فاي مجاني للجميع وواي فاي قوي يعني في هذه المناطق. موضوع الكهرباء عاد، موضوع المياه أيضا تعاد، إصلاح الأنابيب المتضررة لإعادة المياه إلى كل المناطق. لكن موضوع وأيضا موضوع المصرف في سحب الأموال، هناك أيضا عربات تأتي إلى بعض المناطق وفيها صرافات آلية ممكن أن تسحب المال منها، أو ممكن أن يجري عمليات تصريف للمال إن كان إنسان معه دولار إلى التركي وهكذا. هناك محاولات حثيثة لإعادة الأمور إلى طبيعتها شيئا فشيئا. أيضا هناك رفع للأنقاض، هناك مثلا بعض المحال بدأت تنظف أمام محلها وتحاول حتى لو كانت متضررة تحاول أن تزيل الركام من أمام منازلها. هناك عمال متطوعين وعمال نظافة بدأوا أيضا بإزالة الأوساخ من الشوارع ووضعها في الحاويات، يعني هناك محاولات تجري على قدم وساق، لكن هذا يستغرق وقت بحسب كل ولاية وبحسب التضرر في كل مكان. الأولوية كانت في البداية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح، لإسعاف الناس، لإيواء المتضررين، لإجلاء من يستطيعون إجلاؤه إلى الولايات الأخرى، ولدفن الموتى أيضا، ولانتشال الجثث، والجثث والناس تجري هذه العملية الأخيرة، هناك تأخير لها طبعا، وما زال هناك جثث وضحايا كثير تحت الركام، لكن هذا أخروه لأن الأولوية هي لإنقاذ الجرحى ولإنقاذ الناس الذين يمكن أن يعثر عليهم على قيد الحياة. أما الذين يتأكد أنهم أموات فإذا كان بالإمكان بسهولة أن يجري إنقاذهم أو يحتاجون لبعض الوقت القليل لإنقاذهم يجري إنقاذهم، أما الذين يحتاجون لوقت طويل فتتأخر عملية إنقاذهم وسيبدأ هذه العملية انتشال الجثث. كل شكر لك الصحفي عمر كايد على وجودك معنا، كنت معنا من أضنة. شكرا جزيلا لك محمد الخضر مراسل الميادين، كنت معنا من اللاذقية. كل ملعب أو حديقة أو مدرسة في كهرمان مرعش تحولت إلى مخيم لإيواء الناجين من الزلزال، ولكل ناج قصة حزينة وذكريات. تقرير موفدة الميادين إلى تركيا لسار كرم. يحاول توران استيعاب ما حدث، لم يقوى على البقاء في خيمته وحيدا مع الذكريات والصدمة التي لم يشف منها بعد. اختار رفاقا لمؤنسته في وحدته بعدما فقد كل أفراد عائلته. أنا أعمل بدوام ليلي، بعدما شعرت بالهزة رقدت لتفقد بيتي ووجدته منهارا على أفراد العائلة. انتظرت 48 ساعة لتأتي المساعدة، كأنه يوم القيامة. 180 ثانية
مدة الزلزال كانت كفيلة بتغيير حياة توران وكل سكان كهرمان مرعش ونقلهم من بيوتهم الآمنة والدافئة إلى خيم بالكاد تتسع لكل الناجين ولا تقيهم برد الشتاء ولا عواصف. كرتون ما كرتون مدينا ونمنا ولا بين صار ساعة 4 ومطر والتلج وعنا صغار وجينا على الشادر ما تم بيوت من مرش ايش بدنا نسوي ما بعرف. تركت كل شيء من يدي وركضت إلى الخارج، نمت في سيارة والآن أنام تحت شادر، أشعر بالخوف مما ينتظرنا غدا. الخوف من المستقبل يؤرق الناجين الذين خسروا أرزاقهم وأغراضهم وحدهم الأطفال، يقاومون الخوف ويداوونه باللعب والركض كأنهم أدركوا أن هذا المخيم أقيم على أرض هي في الأصل ملعب لكرة القدم. تحت كل خيمة من هذه الخيم قصة حزينة، وفي هذا الملعب المتصدع أطفال تلهو بالذكريات وتحلم بمستقبل دافئ وسقف آمن لا يزلزله أي خوف. من ملعب كهرمان مرعش، أليسار كرم، الميادين. الفلسطينيون في سوريا نالوا نصيبهم كالسوريين من أضرار الزلزال. مفدنا إلى حلب، أحمد عبد الله زار مخيم النيرب واطلع على واقع اللاجئين. تتكشف تباعا تفاصيل كارثة الزلزال المدمر. مئات العائلات الفلسطينية تركت أفرادها بين ضحية ومصاب ومفقود ومشرد في معاناة يبدو أنها لن تنتهي قريبا. في هذا الحي الضيق داخل مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين قصة ألم تشعر بها في كل زوايا الحي. ثلاثة جيران جمعتهم طيلة الفترة الماضية علاقات الجيرة والأخوة، واليوم تجمعهم المأساة، فكل واحد فيهم فقد طفلا من أطفاله في الزلزال المدمر. بنبرات تملأها الغصة يروون للميادين تفاصيل تلك الليلة المأساوية. الآن عم بركض بابني وقع الحيط، استار البناية على العظم علي وعلى الولد. اجت الضربة بابني، اسعفناه للمشفى، كانت الاصابة يوم الاثنين، ضلوا بغيبوبة للحمد لله يوم الخميس كان اعلان وفاته. وبنتي بعدت، ما انا ما شايفة انه بنتي وما عارف مين في تحت الحجار، بعدت هيك الحجار عنا عرفتها من كنزة امها، شلتها الحمد لله الفضل من الله، بنتي نزل الحيط كله عليها، تكسرت بالكامل من الجمجمة، يعني الحمد لله الله استفقدها، لو أنه عاشت ما رح تعيش طبيعية. الفلسطينيون حالهم كحال السوريين في مناطقهم. في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين منازل مدمرة أو متصدعة وانتظار لوصول المساعدات. ثلاثة مخيمات فلسطينية كانت في دائرة الزلزال في سوريا، مخيم الرمل في اللاذقية ومخيم النيرب ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية. أما الضحايا فكانت غالبيتهم في منطقتي جنديرس وسلقين. الشباب الفلسطيني المستقل بشكل عام بادر منذ اللحظات الأولى وبدأ بإنشاء مراكز للإيواء، بدأ بنصب خيام بظل، بتعرف أنت الزلزال إجا بظل عاصفة مطرية وثلجية والجو منخفض البرودة تماما. تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 12 ألف لاجئ فلسطيني بحاجة للمساعدة في سوريا بعد الزلزال الذي ضرب البلاد، لتستمر فصول الألم والمعاناة الطويلة في حياة اللاجئ الفلسطيني بعيدا من وطنه المحتل. أحمد عبد الله، حلب، الميادين. أثار الزلزال النفسية والجسدية تطول أيضا الكوادر الطبية التي على الرغم من قلة الإمكانيات سارعت منذ اللحظات الأولى بعد الزلزال للوصول إلى المستشفيات وكانت على رأس عملها لإنقاذ المصابين. لنا شاهين والتفاصيل. الكوادر الطبية في اللاذقية قهرت الصعاب وتحدت كل المعيقات والعقبات لإنقاذ من كان يتأرجح بين الحياة والموت، وبكل تأكيد عاش الأطباء وعايشوا لحظات ستبقى عصيبة وعصية على النسيان. بعد ما وقفت الهزة تقريبا الساعة 6 الصبح كنت هون، طلعت ثاني يوم الساعة 9 المساء، ريحت فيهم بالليل شوي
بس يعني هلا اكل والله ماني متذكره، اقسم بالله ماني متذكره اذا اكلت او لا. بعدين فقت انه انا واولادي وعيلتي اساتهم بالبيت وعلى التليفون ما عاد اقدر اطمن وقلبي صار يغلي مثل النار عليهم. اصعب حاله هي كانت انه وصلنا خبر انه واحد من كوادرنا، واحد من اولادنا المقيمين تحت الانقاض، وصل متوفي. من اكثر المشاهد بالتاكيد اللي كانت مؤثره تاثير بالغ فينا هي الفقد اللي شفناه، خصوصا بحالة أطفال فقدوا أهاليهم، وفي كثير من الأحيان ما كان عندهم الأطفال علم بفقدهم للأهالي. فلحظة مقاربة هالحالات المرضية هي واللي كان إلى بعد إنساني كثير كبير ومؤثر تأثير بالغ، كانت لحظات لا تنسى بالنسبة لنا. يعني الحرب عشناها كلياتنا، ما في مجال للمقارنة نهائيا مع الزلزال. الزلزال شعور بالعجز، لما وصلنا على المشفى شعور عام بالفزع، تطلعي على الوجوه الكل خايف وما معروف شيء من شيء، في لحظات معينة بتحسي حالك ضايعة، شيء جديد ما جربناه قبل. أحد الحالات اللي فرحتنا كتير هي طفل كان له حوالي 36 ساعة تحت الأنقاض، لما أجوا كانت إيده مهددة بالبتر، تقيم بشكل جيد ونعمل العمل الجراحي بشكل إسعافي لإله. طبعا هيك حالي بدها مراقبة. للأمانة لما شفنا الطرف عايش والأصابع عايشين طبعا شعور كتير لا يوصف، خاصة أنت أمام طفل أنه يفقد طرفه بهالعمر، وهذا الطفل للأسف فاقد أهله بالزلزال. لنا شاهين اللاذقية، آل ميادين. وجبة الطعام المنزلية أصبحت طرفاً لكثيرين فقدوا منازلهم. كراكاس في قلب مدينة اللاذقية مقهى فنون تحول إلى مطبخ ميداني يعمل كخلية النحل، معتمداً على متطوعين لإمداد المناطق المنكوبة من جراء الزلزال بوجبات الطعام لعلها تخفف بعضاً من قساوة الحال. يرى حسن. هذه ليست وجبة عادية، هذه وجبة بقصة ورحلة، فهي لم تصل من مطعم أو مطبخ بيت محلي، وصلت من كراكاس. كراكاس هو مكان اعتاد أن يكون مقهى وليس مقهى عاديا بل مقهى للفنون، الآن هو مطبخ ميداني. كانوا يعني بهاليومين شوي متكركبين انه بينزلوا على الشغل ولا بيدرسوا ولا كذا، الكل يعني هلا في عنا اكثر متطوع اليوم. هبة خسرت بيتها في الزلزال، لكنها بكل قوة وإرادة انضمت إلى هذه المبادرة لتحضر الطعام لمتضررين آخرين. أنا من أحد يعني الأشخاص اللي طلعوا من بيتهم، يعني كمان بيتنا تضرر وكذا، فدورنا بيت تاني وطلعنا منه بنفس الوقت. نحن عم ننقل، نحن يعني بهالوضع أنا أجيت وحبيت ساعد بالكافيه هون، لأنه في كتير ناس مثلي وفي كتير ناس تضرروا أكتر مننا، يعني مثلي مثل غيري، يعني بالوضع على الكل، فأنه بدنا نحاول نساعد بعضنا وبدنا نحاول نضل متماسكين ما فينا يعني. أحمد صاحب المقهى لم يتردد لحظة بعد الزلزال بقلب مكان عمله رأسا على عقب، من مكتبة ومعرض وناد سينمائي إلى مطبخ لمساعدة المحتاجين. هي أرض كافيه، هاي الكافيه الحلو فيها أنه الناس اللي فيها بيجوا عليها سيون أهل، الكل بيعرف بعضه. هاي الكافيه ممكن تكون أكثر من كافيه، ما كنا متوقعين تصير مطبخ ميداني، بس كان لازم تصير مطبخ ميداني. نص الناس اللي عم تشتغل هن رواد الكافيه، هن زباين. هلا كل شيء بيفيد، ما بس كيلو خيار، هلا البسمة بوش حدا مشرد وطالع من بيته بتعطي، فكيف ما بالك انه عم تعطيه لقمه ياكلها. عم نشتغل بحب على امل يوصل لهذا الشعور مع الاكل اللي عم نقدمه. يعني هون نحن عم نطبخ دائما وجبات، 3 وجبات احيانا توصل 4000-5000 شخص. وجبة طعام دافئة على طاولة مطبخ تجتمع حولها العائلة في بيت بجدران وأسقف بات حلما بعيدا لكثيرين. هنا في كراكاس تطبخ وجبات وترسل إلى متضرري الزلزال موقعة بالحب والأمل. يار حسن اللاذقية، الميادين. معهد الأمل للأيتام في غزة ينظم حملة تحت شعار جسد واحد دعما وإسنادا لأطفال سوريا وتركيا المتضررين من الزلزال، حملة عكف خلالها أيتام غزة على تقديم الهدايا والألعاب
التي سيتم إرسالها للمناطق المنكوبة بالتنسيق مع مؤسسات إغاثية. أحمد غانم. رسالة تضامن ووفاء من أطفال غزة المحاصرين إلى أقرانهم في سوريا وتركيا، رسالة تحمل أبعادا إنسانية وتجسد عمق الترابط والإخاء. احنا هنا جايين عشان نتضامن ونساند اطفال سوريا اللي قاعدين بيعانوا وبينزحوا من بلادهم ومن بيوتهم، من غزه الى تركيا الى انقره الى سوريا الى حمص. احنا هنا عشان نساندهم، نساند الاطفال النازحين. احنا هذه الهدايا اللي قاعدين بنقدمها لاطفال سوريا وتركيا لا تمثل شيء من الالم اللي هم عاشوه، ولكن احنا بنحاول نساند. احنا لازم نكون قد المسؤوليه. احنا في فلسطين تعرضنا لحروب، ما قدرناش نطلع شهدائنا من تحت الانقاض زي كما هو في سوريا. في سوريا الاطفال، سوريا تئن، سوريا تتالم، فاحنا بدنا نتضامن مع اللي عاشوا هذا الالم. نحن نطالب ونناشد العالم اجمع ان يفك هذا الحصار عن سوريا واهلها، وان يساندوا ولو بالقليل، ويقدموا لهم الطواقم الطبيه التي تساعد، ويقدموا لهم الادوات، فسوريا محاصره. المشاهد اللي بنشوفها بالتلفزيون بالجوالات على كل مواقع التواصل، عارفين ايش بيصير فيهم وإشي مؤلم وحابين. وانا حابه كطفله يتيمه، انا عارفه، انا حاسه ايش بيصير فيهم، انا عارفه ايش بيصير في كل قلب طفل. وانا حابه احكي الله يرحم الشهداء، والله يصبر كل اهل طفل، كل اهل واحد، كل اهل يتيم. اليوم احنا حابين نتبرع بالعاب صغيره، صح احنا صغيره وإشي، بس احنا حابين نحكي لاطفال تركيا وسوريا، حابين نحكي لهم انه احنا في قطاع غزه بجانبهم. احمد غانم، غزه، الميادين. النشره مستمره ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أفاد حاكم سيفاستوبول بأن الدفاعات الجوية الروسية تصدت صباح اليوم لهجوم مسيرات أوكرانية وأسقطت 2 منها فوق البحر في شبه جزيرة القرم. إلى ذلك أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الروسية سيطرت على جميع المرتفعات المجاورة لمدينة باخموت، حيث أكدت وجود مسلحين مرتزقة من فرنسا وبريطانيا وبولندا، علما أن هذه المدينة تعد مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس بالإمدادات. بموازاة ذلك، توقع قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين السيطرة على مدينة باخموت، مركز المعارك الجارية في شرق أوكرانيا، في أذار مارس أو نيسان إبريل المقبلين. وقال بريغوجين في مقاطع فيديو أنه من أجل السيطرة على باخموت يجب قطع كل طرق الإمدادات للقوات الأوكرانية نحو المدينة. أعتقد أن مجموعة فاغنر ستنجح في تطويق باخموت خلال الشهرين المقبلين، على الرغم من صعوبة التخمين، فذلك يعتمد على نشاط القوات الأوكرانية. إنهم يتلقون أنواعا جديدة من الأسلحة الآن. أنا متأكد من أننا سندمر الدبابات الألمانية في المعركة ونحرقها. لقد حولنا باخموت إلى ستالينغراد جديدة وكوليكوفو جديد. في هذه الأثناء حذرت الخارجية الروسية من أن البنية التحتية الفضائية المدنية غير العسكرية في أوكرانيا قد تصبح هدفا بالنسبة إلى القوات الروسية. الخارجية الروسية أشارت إلى أن هذه البنية تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الصراع في أوكرانيا، وستصبح هدفا مشروعا بالنسبة لموسكو.
ومن تركيا رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أنه حان الوقت للموافقة على عضوية كل من السويد وفنلندا في الحلف. ستولتنبرغ وخلال زيارته أنقرة حيث التقى وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو أشار إلى أن القضية الرئيسية هي أن تجري الموافقة على انضمام كلا البلدين إلى الناتو في أقرب وقت ممكن. موقفي هو أنه يمكن التصديق على عضوية كل من السويد وفنلندا الآن، ولكن القضية الرئيسة ليست بالتصديق عليهما معا. القضية هي أن يتم التصديق على فنلندا والسويد في أقرب وقت ممكن. التصديق هو لإثبات أن السويد وفنلندا تفهمان وتنفذان السياسات التي تعترف بالمخاوف التي أعربت عنها تركيا، وقد حان الوقت للتصديق. اسمحوا لي أن أضيف شيئا آخر، وهو أن هذا قرار تركي. وكان ستولتنبرغ شدد على بذل جهود حثيثة لضمان صدقية تركيا وهنغاريا في أسرع وقت. وأعلن عقب اجتماع للناتو أمس في بروكسل أن أعضاء الحلف اتفقوا على مفهوم جديد للتخطيط العسكري يعكس حقيقة خطورة روسيا وتحديات الصين، كما قال معلنا أن الحلف بدأ في زيادة إنتاج قذائف المدفعية من عيار 155 مليمترا لمصلحة أوكرانيا، واصفا الأمر بالأولوية. أرحب بالتعهدات الجديدة لدعم أوكرانيا التي قدمها حلفاء الناتو، بما في ذلك المزيد من الأسلحة الثقيلة والتدريب العسكري. هذا أمر بالغ الأهمية لأوكرانيا، فرصة سانحة لتغيير التوازن، والوقت هو الجوهر. نحن بحاجة إلى الاستمرار ونحتاج إلى تصعيد أكثر. أصبحت هذه الآن حرب استنزاف طاحنة. حرب الاستنزاف هي حرب لوجستية، وبالتالي فإن هذا أمر بالغ الأهمية لقدرتنا على ضمان فوز أوكرانيا وقدرتها على استعادة الأراضي. في المقابل جددت الصين اليوم رفضها لسياسات الناتو التي حذرت من أنها تؤدي إلى الفوضى في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. لقد أشرنا مرارا وتكرارا إلى أن ما يسمى وثيقة المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو تتجاهل الحقائق تماما، وتدافع بعناد عن موقفها الخاطئ بشأن التحديات المنهجية للصين، وتشوه سمعة السياسة الخارجية الصينية. الناتو يدلي بتصريحات غير مسؤولة بشأن التنمية العسكرية الطبيعية وسياسة الدفاع الصينية، والصين تعارض هذا الأمر بشدة. المتحدث باسم الخارجية الصينية قال إن وسائل الإعلام الغربية التي لطالما روجت للحرية والاحتراف وقعت في عزلة جماعية بعد نشر التقرير الصحفي بشأن تفجيرات السيل الشمالي، وحذر من أن ممارسات واشنطن الأخيرة ولا سيما تلك المتعلقة بالمنطاد الصيني تؤدي إلى تصعيد الأوضاع. إن قرار الكونغرس الأمريكي يتجاهل الحقائق الأساسية، وهو تلاعب سياسي خبيث. الصين غير راضية عن هذا الأمر وتعارضه بشدة. نحث الكونغرس الأمريكي على احترام الحقائق وروح القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وعلى الوقف الفوري لهذه الأعمال الخاطئة متمثلة في تشويه سمعة الصين، وعلى جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد الموقف. شهدت فرنسا تظاهرات حاشدة ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد بناء على دعوة النقابات، ويأتي التحرك قبيل دعوة النقابات لإضراب دعت إليه في 7 آذار مارس، وهددت بأن تشل خلاله البلاد إذا لم تتراجع الحكومة عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما مقابل 62 عاما حاليا. وشهدت فرنسا السبت الماضي احتجاجات شارك فيها 1.5 مليون متظاهر. ينضم إلينا مفادى الميادين إلى باريس موسى عاصي. أهلا بك موسى، يعني ضعنا في أجواء التظاهرات في فرنسا، وماذا عن نقاش الجمعية الوطنية العمومية لمشروع الحكومة والذي من المفترض أن ينتهي مع منتصف ليل الغد؟ إلى أين ستذهب الأمور؟ هل سيتم التصويت عليه أم سيتم تأجيله؟ نعم، بداية بالنسبة للتظاهرات، نحن أمام اختتام تظاهرة العاصمة الفرنسية باريس، وبحسب
النقابات فإن 300 ألف شاركوا في هذه التظاهرة، طبعا الرقم أقل من الأسبوع الماضي، ولكن التركيز في هذا اليوم في المحطة الخامسة من الاحتجاجات كان اليوم على المدن البعيدة عن باريس، المدن الفرنسية الأخرى، حتى أن قادة النقابات لم يحضروا إلى تظاهرة باريس، إنما توزعوا في المدن الرئيسية الفرنسية الأخرى. وبذلك يريد النقابيون إيصال رسالة ربما إلى الحكومة وإلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بأن كل فرنسا وليس فقط العاصمة باريس هي ترفض هذا المشروع وتخرج إلى الشارع وتحتج على مواصلة التمسك بمشروع رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. بالنسبة للنقاش في الجمعية الوطنية الفرنسية فهذا النقاش يجري أيضا بشكل يعني محتدم. خلال الساعات الماضية كان هناك الكثير من المواجهات بين مجموعات النواب التابعة لأحزاب اليسار وأيضا للتجمع الوطني بزعامة مارين لوبين والنواب الذين ينتمون إلى حزب إيمانويل ماكرون والحكومة التي تشارك أيضا في هذه النقاشات. مع منتصف ليل الغد الجمعة تنتهي هذه النقاشات داخل الجمعية الوطنية. حتى الآن لم يحسم ما إذا كانت الحكومة ستضع مشروع الإصلاح وتحديدا البند السابع الذي يتحدث عن رفع سن التقاعد إلى تصويت داخل الجمعية الوطنية، وخلافا للمواقف السابقة عندما كانت الأحزاب اليسارية تريد تمديد هذا النقاش وعدم وضع هذا البند للتصويت مباشرة، اليوم هذه الأحزاب تريد مناقشة هذا البند وتريد التصويت عليه استنادا إلى ما حصل خلال الساعات الماضية أو قبل يومين عندما صوتت الجمعية الوطنية ضد البند الثاني بمشروع إيمانويل ماكرون الذي يحدد أو الذي يعني يتناول تشجيع المؤسسات والشركات لتوظيف كبار السن في فرنسا. إذن هذا المشروع لا نعرف حتى الآن ماذا كان سيصوت عليه غدا أم لا، ولكن بكل الحالات لدى الحكومة حتى يعني منتصف آذار مارس المقبل أو حتى 23 تحديدا من آذار مارس المقبل لوضع هذا النقاش أو لوضع التصويت على هذا النقاش على أساس أن البرنامج أو المشروع سيذهب إلى مجلس الشيوخ ثم يعود إلى المجلس النواب. ولكن بكل الحالات عندما تحدثت اليوم مع النقابيين ومع مسؤولي النقابات الذين قادوا هذه التحركات فإن الجواب كان واضحا، نحن لا نهتم بما يجري داخل الجمعية الوطنية حتى لو تم التصويت عليه، فالكلام اليوم للشارع وهو من يحدد والشارع هو الذي يحدد اتجاهات المعركة والمواجهات المقبلة اعتبارا من السابع من آذار المقبل يوم الإضراب العام، وفي السابع من آذار سيتم تحديد ماذا كان الإضراب سيكون مفتوحا إلى أجل غير مسمى أم أنه سيكون هناك برنامج آخر لدى النقابات. نعم، كل الشكر لك موسى عاصي موفد الميادين إلى باريس. لم يبقى لنا إلا التذكير بالعناوين. من يريد أن يدفع لبنان إلى الفوضى أو الانهيار عليه أن يتوقع منا ما لا يخطر له في بال أو وهم. السيد نصر الله يقول للأمريكيين إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى فعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة وفي مقدمها ربيبتكم إسرائيل. في اليوم 11 للزلزال المدمر ارتفاع الحصيلة في تركيا إلى أكثر من 36 ألف حالة وفاة والسلطات تعتقل عشرات المقاولين. المساعدات تدخل مناطق سيطرة المسلحين في شمال غربي سوريا ووصول المزيد من طائرات الإغاثة بينها طائرة سعودية ثالثة. روسيا تتوعد باستهداف البنى التحتية الفضائية الغربية المدنية المستخدمة في الحرب بأوكرانيا وقواتها تتقدم في محيط مدينة بخموت وسط توقعات بسقوطها قريبا. وبكين تحذر واشنطن من سياستها التصعيدية وتقول للناتو عليكم التخلي عن مفهوم المواجهات الذي عفى عليه الزمن ووقف ممارساتكم التي تجلب الفوضى لأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. كان في النشرة أيضا إضراب واسع وتظاهرات حاشدة مرتقبة في فرنسا احتجاجا على مشروع قانون تعديل سن التقاعد. دائما المزيد من الأخبار تجدونها على صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.